سجل اللاعب الدولي الإنجليزي للمباراة الثالثة على التوالي برأسية في الوقت القاتل أمام سيلتا فيغو بقيادة المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز، قاد بها ريال مدريد لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي. جود كان رجلا استثنائيا خلال الفترة القصيرة التي قضاها في العاصمة الإسبانية حتى الآن، وهذا يبرر سعره الذي وصل لأكثر من 100 مليون يورو، وبعض الصحف ذكرت أن سعره يصل لأكثر من ذلك بكثير نتيجة المستوى المتميز الذي يقدمه. كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قال للصحفيين في مؤتمره الصحفي بعد المباراة إن بيلينغهام في حالة جيدة للغاية، فهو يواصل التسجيل والمساهمة في الفريق. الأهداف ليست موطن قوته وليست من اختصاصه، لكنه يقوم بعمل جيد، يتحرك داخل الملعب بشكل جيد بدون الكرة، إنه ذكي ويختار توقيته بشكل جيد، لديه قدرة كبيرة داخل منطقة العمليات. فيما يلي تقدم لكم ستيب سبورت 9 إحصائيات تلخص مستوى بيلينغهام في ريال مدريد. لغاية كتابة هذا التقرير يتصدر بيلينغهام قائمة الهدافين ويحتل المركز الأول من حيث الأهداف المسجلة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في موسم 2023-2024 حتى الآن بالاشتراك مع وسام بن يدر لاعب موناكو. سجل بيلينغهام الآن عددا من الأهداف في الدوري الإسباني تساوي بذلك عدد الأهداف التي سجلها إيدن هازارد رفقة النادي الملكي. جود فعل ذلك بالثلاث مباريات و261 دقيقة فقط، بينما قاد هازارد 4 مواسم في البرنابيو وشارك في 54 مباراة و2524 دقيقة في الدوري الإسباني بعد انتقاله للريال بقيمة 115 مليون يورو من تشيلسي. سجل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في كل مباراة خاضها مع لوس بلانكوس، لقد سجل 66% وستة أعشار من جميع أهداف النادي حتى الآن هذا الموسم، وكان له يد مباشرة في جميع الأهداف باستثناء هدف واحد. جميع أهداف بيلينغهام لمدريد باستثناء هدف واحد كانت السبب الرئيسي التي وضعت ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة. كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد في تاريخ ريال مدريد الذي سجل في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني مع النادي، ليكون جود هو الثاني بالرغم من مرور لاعبين كبار رفقة الريال. جاءت أهداف جود الأربعة هذا الموسم من 9 محاولات، 6 منها على المرمى. يسجل بيلينغهام هدفا كل 65 دقيقة وهدفا أو تمريرة حاسمة كل 52 دقيقة. إنها عينة صغيرة الحجم وبالتأكيد لن تدوم، ولكن لوضع ذلك في المقارنة فإن أفضل موسم لليونيل ميسي 2011-2012 سجل متوسط هدف أو تمريرة حاسمة كل 49 دقيقة في الدوري الإسباني، بينما سجل رونالدو هدفا أو تمريرة حاسمة في المتوسط كل 49 دقيقة وكل 48 دقيقة في أفضل موسم له في الدوري الإسباني 2014-2015. في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل إيرلينغ هالاند هدفا كل 77 دقيقة وهدفا أو تمريرة حاسمة كل 63 دقيقة، وقد تم اختيار جود كرجل المباراة في جميع مبارياته الثلاث في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم بناء على نتائج إحصائية بحتة، رفقة نجم ريال مدريد السابق ولاعب ريال بيتيس الحالي فرانشيسكو إسكو. فمن بين اللاعبين الذين لعبوا أكثر من 100 دقيقة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا حتى الآن هذا الموسم فقط لاعب برايتون سولي مارش حصل على تقييم 8.80، وهو اللاعب الوحيد الذي حصل على متوسط تقييم أعلى من بيلينغهام 8.54 ليتوج شهره الأول رفقة الميرينجي بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، وليكون جود أول لاعب إنجليزي يفوز بهذه الجائزة منذ انطلاقتها موسم 2013-2014، ليكون ريال مدريد قد وجد ضالته بقائد جديد أعاد إحياء رقم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان. لكن يبقى السؤال، في ظل مصائب الريال بعدد الإصابات التي حلت بلاعب الفريق وكان آخرهم البرازيلي فينيسيو جونيور، فهل سيعوض جود غياب فيني ويكون قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف؟